إليكم تفاصيل ما حدث في حفلة الفنانة أليسا على مسرح الأولمبيا في باريس بالأمس. الفنانة أليسا تغني بالفرنسية وترفع علم لبنان. حفلة فرنسا حفلة كبيرة ضخمة رفعت شعار قنبلات كاملة العدد. أحيت المطربة اللبنانية أليسا على مسرح الأولمبيا في العاصمة الفرنسية باريس حفلا ضخما كبيرا وسط حضور جماهيري كبير، ولفت الحفل لافتت كاملة العدد. رفعت الفنانة علم لبنان مع طفلة صعدت على المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور. الحفلة القادمة للفنانة أليسا سوف تكون في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية في 12 نوفمبر 2021 مع الفنان والشاب خالد. بالنسبة لموسم الرياض فأسعار التذاكر بتبدأ من 200 ريال سعودي، ويمكنكم الآن حجز التذاكر لملكة الإحساس أليسا والفنان الشاب خالد، وذلك على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض. أما حفلة الفنانة أليسا في فرنسا فوقفت على مسرح الأولمبيا للمرة الأولى في عام 2017، والمرة الثانية كانت في 2019 وحققت ساعتها حفلتها نجاح كبير، والمرة الثالثة كانت بالأمس. احتفلت الفنانة والنجمة اللبنانية أليسا الأسبوع الماضي بعيد ميلادها، حيث تلقت تعليمها الثانوي في مدرسة داخلية، وكانت لا ترى عائلتها إلا أيام العطلات، ثم التحقت بكلية العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية لكنها لم تكمل دراستها الجامعية. حصلت أليسا على عدد كبير من الجوائز والتقديرات بما في ذلك 3 جوائز للموسيقى العالمية، وتم بيع أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها حول العالم.